كان من اسبوع 10 ايام كده في واحده ست بتيجي تكشف في الامه وكشفت عند الحكومه بجنينه. والست يعني ايه ابنها تعبان جدا وعنده ازمه وهي عندها ازمه والادويه مش كلها موجوده. قلت لها ممكن اكتب لك دواء من بره 8.6 جنيه ونص. فبصت كده قالت لي الصيدلي مش هيرضى يديني شوكك. تخيل ان هو هي عايزه تعمل شوكك تقسيط على كام؟ تقسيط على 6 جنيه ونص. تقسيط على 6 جنيه ونص. بس هي بتتكلم وهي مبتسمه وعندها قناعه فعلا بتشع من عينيها. ف وبعدين قلت ممكن اسال سؤال بره الكشف يعني؟ قالت لي انا جوزي اليومين دول ما عندوش شغل او مش لاقي شغل ويبقى معاه في جيبه 20 جنيه بس.